السلام عليكم. شو بدي زاد كالعادة معكم. رانا ولينا باش تكلموا على البرومي ليغ، على البطولة الإنجليزية، بطولة اللي راهي تشهد في مقابلات صعبة خاصة أصحاب المراتب الأولى. شنا اليوم مانشستر سيتي كيفاش أمام لايستر سيتي بصعوبة كبيرة، نقولوا بشق الأنفس. هذا الفوز اللي نقولوا بلي غوارديولا نجا من تعادل امام لايستر سيتي. نتفكروا كيفاش كان محرز يفوز على مانشستر بكل سهوله بثلاث اهداف وهدفين، وكان يسجل وكان يتلاعب بالدفاع تاع مانشستر سيتي. نعقلوا عليها مليح محرز اليوم. غوارديولا اللي راه حاط عليه داله، شن ما شناش محرز خاصه وين شنا الشوط الاول كيفاش نقولوا بلي التشكيله تاع لايستر سيتي ضيعت اهداف محققه، ضيعت اهداف. شنا كيفاش والقبعه، نشوف الحارس تاع مانشستر شمايكل تاع لايستر سيتي من احسن الحراس. يعني هذا الحارس شنا كيفاش فاردي، شنا مارك، شنا بزاف لاعبين اللي ضيعوا اهداف، خاصه فاردي، حمزه اللي ضيع، جيمس، شنا ريكاردو، وين ضيعوا اهداف محققه في الشوط الاول امام مانشستر. رغم ان شنا كيفاش لايستر سيتي في اغلب الاحيان تلعب لي كونتر اتاك والسرعه تاع فاردي، شنا كيفاش اهداف ضاعت بسهوله. شنا الشوط الثاني قبل ما يسجل مانشستر سيتي الهدف، شنا كيفاش شنا اهداف وين سيرجيو اغويرو، شنا سيلفا، شنا ستيرلينغ، شنا بزاف دافيد سيلفا، شنا وين ضيعوا اهداف في الشوط الاول. الشوط الثاني اندرسون الحارس تاع مانشستر سيتي اللي فانيك انقذ المرمى تاعو امام فاردي. يعني شنا المقابله اليوم، نقولوا مقابله كانت صعبه بالنسبه ماشي لايستر سيتي، كانت صعبة لمانشستر سيتي، وين شنا غوارديولا التغييرات اللي دارهم، وشنا الخوف بادي على وجوه أمام، وشنا المدرب تاع لايستر سيتي كيفاش المدرب بريندن مرتاح، شنا كيفاش كان يلعب، كيفاش الفريق تاعو يلعب، كان في معظم الأحيان كان مسيطر، ما عطاش الفرصة لصاني، ما عطاش الفرصة لأغويرو، ما عطاش الفرصة سيرجيو أغويرو، ما عطاش ستيرلينغ، ما عطاهمش فرصة، ما خلالهمش مساحات، ما عطاهمش مساحات. شنا الهدف في الدقيقة 71، كومباني، لولا كومباني كانت اليوم البطولة تروح لايستر سيتي، المانشستر سيتي. هذه هي شنا اليوم كيفاش كومباني كان حاسم، وأنا فرحت كي كومباني ماركا، مزيان كومباني ماركا، ما ماركاش وحده آخر، صحيتو، خطرة أخرى إن شاء الله.